لقاء سيسمح لمختلف الأطراف الفاعلة في مجال الطاقة بتعزيز الحوار حول موضوع مصادر وأنماط الطاقة في الجزائر، وكذا البحث عن فرص التعاون والشراكة والاستثمار بغية الدفع بهذا القطاع. مناقشة التحديات التي تواجهنا من أجل تحقيق انتقال طاقوي سلس يلبي حاجيات مواطنينا في العيش الكريم والرفاهية، وكذلك حاجيات اقتصادنا وتعزيز قدراتنا على مجابهة الرهانات على المستوى الإقليمي والدولي. خصصت الجزائر 42 مليار دولار خلال سنة 2023 و2027 لمشاريع الغاز من أجل زيادة قدراتها في الإنتاج مع دعم تكنولوجي كبير. كما كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر ستطلق مشروعاً ب 15 ألف ميجاوات أفاق 2030 وبلوغ نسبة 30% من الطاقات الشمسية سنة 2030. يسعى القطاع للحد من الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة وترشيد استهلاكها عن طريق اعتماد نموذج طاقوي وطني فعال يمكن من الاستعمال الأمثل للطاقة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون بطبيعة الحال مع القطاعات المعنية المختلفة. سوناطراك وبصفتها فاعلاً أساسياً في مجال الطاقة تلتزم بمخططاتها لإيجاد حلول للتخلص من انبعاثات الكربون وتنمية وتخزين الطاقة المتجددة. كما تواجه الشركة أيضاً تحديات لتحقيق الاستقرار الطاقوي من خلال كسب أول تحدي، وهو إنجاز استثمارات هامة في مجال إنتاج الهيدروجين وتنفيذ مخطط تطوره. إن التحول الطاقوي ليس مجرد خيار، بل هو أمر ضروري، إذ أنه يتطلب إعادة النظر في نماذجنا الطاقوية، أي الانتقال من القديم إلى الجديد ومن الغير المتجدد إلى المستدام. إنه ليس تطوراً تكنولوجياً فحسب، بل تحولاً ثقافياً واقتصادياً كذلك. معرض نابيك الدولي منصة للحوار الإفريقي والمتوسطي في قطاع الطاقة والمحروقات والهيدروجين، ومناسبة تسمح بتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على المجتمع الدولي برسم مختلف الأزمات والتغيرات الجيوسياسية.